أهلا بكم في قناة إيميوم. النهاردة هنعمل وصفة تركي اسمها قنبلة أزمير، هي أو بمعنى تاني يعني قنبلة الشوكولاتة. هي فعلا قنبلة، وصفة جميلة أوي 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 زي ما احنا شايفين كده قدامنا، حاجة جميلة أوي. مش هنحتاج للعجينة غير 4 مكونات، وهنحتاج للحشو مكون واحد. للعجينة عايزين 120 ملي مية دافية يعني نص كوباية، 120 ملي زيت يعني نص كوباية، 12 جرام سكر معلقة كبيرة، 250 جرام دقيق كافة الأغراض كوبايتين، وللحشو هنحتاج حوالي 250 جرام نوتيلا. نبتدي نحضر العجينة. هنحط السكر والمية الدافية والزيت ودوب السكر كده في المية والزيت، بعدين هضيف الدقيق. منضيفش الدقيق على مرة واحدة علشان نوع الدقيق بيفرق دايما في المعجنات، ممكن ان احنا ما نحتاجش الكمية كلها وممكن ان احنا نحتاج كمان نزود عليها. احنا هنشوف مع بعض القوام اللي احنا محتاجينه للعجينة عامل ازاي، وبناء عليه انتوا اللي هتحددوا على حسب نوع الدقيق اللي انتوا بتستخدموه هتحتاجوا قد ايه. العجينة زي ما احنا شايفينها قدامنا كده هي بتبقى طرية قوي ومش بتلزق في الايد خالص، عشان هي بيبقى فيها نسبة زيت مش قليلة. هي الزيت ده هو اللي هيخليها تحمر في الفرن كده وتاخد اللون اللي احنا شفناه، وفي نفس الوقت هو اللي بيخليها طرية قوي كده واحنا شغالين بيها بالشكل اللي احنا شايفينه كده، يعني هو ده قوام العجينة اللي احنا محتاجينه. مش محتاجين ان احنا نعجن فيها كتير، احنا مجرد بس بنلم العجين كده كويس وميبقاش فيه اجزاء لسه من الدقيق ما دخلتش معانا في العجين، وبعد كده هنسيبها ترتاح. شايفين القوام بتاع العجينة مش بتلزق في ايدي خالص نهائي، انا حاسه ان هي كأن فيها طبقه زيت كده، هو ده المطلوب، هو ده الشكل اللي احنا عايزينه. اغطيها واسيبها ترتاح تلت ساعه قبل ما ابتدي اشتغل بيها. بعد التلت ساعه هلاقيها في جزء من الزيت كده اتفصل، مفيش مشكلة خلاص مش محتاجينه. واحنا ناخد بقى العجينة نبتدي كده نعجنها 2 3 دقايق وبعد كده نبتدي نشكلها.
وهفردها على شكل أسطواني بإيدي كده، هقطعها بالسكينة لأجزاء متساوية. هاخد كل جزء كده وهبتدي ان انا اغوره واقفله من تحت كويس جدا بايدي كده، اكرر نفس الخطوات في كل حتة من العجين. بعد ما اخلص تكوير العجينة كلها هبتدي اخد بقى جزء جزء منها وافرده بالمشاية طبقة رفيعة، منرفعهاش قوي زيادة عن اللزوم، بس احنا عايزينها تكون طبقة رفيعة يعني بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا كده. بعدين هحشيها معلقة كبيرة من النوتيلا او معلقه ونص على حسب احنا حابين ان هي تكون الحشو قد ايه، وهاخد الاطراف كده اقفلها بالشكل اللي احنا شايفينه كده، اجمعهم مع بعض بصبعي، بعدين اقفلها واقطع الجزء الزياده من العجين واكورها كويس تاني كده، احاول اساوي الجوانب بتاعتها وتبقى كلها واخده شكل كروم. وأكرر نفس الخطوات تاني. هنعمل مع بعض آخر واحدة عشان بس نركز في الخطوات كويس. وهحطهم في صينية مدهونة دهنة خفيفة كده بالزيت، تكون صينية ألمنيوم، وأدخلهم فرن 220 سليزيوس، هياخدوا 5 دقايق 6 دقايق، مجرد بس ما لونها يحمر كده هطلعها على طول. هي بتبقى مقرمشة كده والنوتيلا بقى يعني بتدوب كده في بقنا، يعني احنا بيبقى فيه قرمشة طبقة خارجية مقرمشة وجوه بقى بندوب مع الشوكولاتة. وبكده تبقى خلصت وصفتنا النهاردة، ولو عجبكم الفيديو ده ياريت تعملوا لايك وشير وكومنت، وأشوفكم إن شاء الله في وصفات جديدة.